بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الفرات الفضائية ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل وهو الواحد من رجب وذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، هذا السيد الجليل الطيب المجاهد الذي جاء إلى أرض العراق واستشهد بقرب ضريح أمير المؤمنين في شهر حرم وفي يوم حرم في الواحد من رجب وفي يوم الجمعة وهو صائم. هذا الشهيد الذي أيضا لحق بأخوته الذين علقوا على المشانق في أيام النظام البائد. اليوم حلقتنا مع المجاهدين، مع الناس الذين شاركوا مع السيد الحكيم في جهاده، مع الذين لديهم ذكريات عن السيد الحكيم وأيضا عاصروا هذا السيد المجاهد الكبير. اليوم حلقتنا مع المجاهدين لذكرى شهادة السيد محمد باقر الحكيم. لا تذهبوا بعيدا وخليكم ويانا. يوم المحراب يحزبين، 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 يوم المحراب رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومع حلقة خاصة لذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه وثل من أصحابه بهذه الأيام المفجعة والأليمة. أسأل الله أن يوفقنا أن نسير على هذا الطريق اللي خطه الشهداء بدمائهم الطاهرة الزكية. محمد اسمك وهيبة محمد بيك، وانت الباقر المعروف ما تنعد، راية من العلم وتلوق لك مولاي، ويران ونجفنا الكل لك تشهد، تنخى الوطن بيك وصحت يا لبيك، وبكيت على الوطن من شفته يتفرهد، رتت لمشمنا بكلمة التوحيد ما ندر على دمك احنا نتوحد، بكت لجلك ملائكة الجليل دموم، حزنك يا حسين اليوم يتجدد، لك جبريل نادى اليوم يا مولاي واعلنها حداد ولبس ثوب اسود، واعلنها حداد ولبس ثوب اسود. الان احنا في هذا المضيف العامر، مضيف البخت والشرف والغيره، مضيف الساده السيد سروط رحمه الله عليه، والمتمثل من بعده السيد عباس السيد سروط واخوته واهله وناسه، وايضا جمع من المجاهدين اللي عاصروا سماحه السيد الحكيم رضوان الله عليه، وايضا اللي عندهم مواقف معاه، اللي عندهم ذكريات مع السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، ناسه ومواليه ومحبيه اللي ايضا عدتهم ايضا مواقف وذكريات سواء قبل الاستشهاد او بعد الاستشهاد او ايضا بالاهوار وفي جهاده. اليوم نلتقي بهم ونرحب بهم بهذا المضيف العامر، مضيف الساده السيد سروط، ونقول لهم اهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير والعافيه. مساك الله بالخير والعافيه سيدنا العزيز، مساكم الله بالخير عباس، عظم الله لك الاجر بمصابنا بآل الحكيم عظيم، بهذا المصاب الجلل مصاب السيد محمد باقر الحكيم، عظم الله لك الاجر سيد. لكم الاجر اخاتي. سيدنا باعتبار السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه ركز على ثلاثه نقاط. النقطه الاولى يقول دائما العراق يبنى على ثلاثه ركائز: المرجعيه الدينيه والشعائر الحسينيه وايضا العشائر العراقيه. هل كان لكم اتصال مع السيد محمد باقر الحكيم باعتبار انتم هنا فد يعني واجهه كبيره للعراق وللجنوب، وايضا واجهه عشائريه، واجهه دينيه، واجهه اجتماعيه، هل كان له اتصال معكم سماحه السيد محمد باقر الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابا القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. احنا في هذه الايام، الأيام الأليمة على قلوب العراقيين، تمر علينا ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه،
ومجموعة من رفاقه وحماياته اللي في الحادث الأليم اللي حدث في الواحد من رجب في مقام قرب ضريح أمير المؤمنين ضريح الإمام علي عليه السلام صلوات الله عليه. حقيقة السيد أفنى حياته وعمره كله من أجل العراقيين، من أجل حماية هذه اللحمة العراقية، حماية المكونات العراقية، كان همه وهدفه الأساسي هو وحدة العراق، حماية تراب العراق، طموحه الأكبر أن يرى العراق في حالة تختلف عن الحالة اللي كانت أبان النظام السابق. مثل ما تعرف السيد رضوان الله تعالى طيلة أيام الجهاد كان يتواصل مع كثير من الشخصيات العراقية. أنا يعني كثير من الأمور اللي كان توصلنا عن طريق سماحة السيد كانت رسائل وصلناها المرحوم سيد صادق المجاهد سيد صادق السيد العظيم، ورسائل أخرى عن طريق أخو مجاهدين آخرين، وكذلك بعض المندومين، وعلى ما أذكر السيد ياسين الموسوي التقى بينا الله يحفظه في أيام رمضان، يعني كانت ليلة يعني إلى صلاة الفجر، وانتقل منا لأن تعرف النظام كان يطارد هذه الشخصيات الجهادية. وكذلك يعني طلب من عندي سماحة السيد أن يكون هناك بعد هذا، بعد سقوط النظام، طلب أن تكون هناك يعني رسالة من عندي أو فالتوضيح على يعني وضع العراق ما بعد صدام حسين، رؤية خاصة، الرؤية الخاصة، رؤية العراقيين، الرؤية الصحيحة لبناء هذا الشعب العراقي المظلوم. فأنا أرسلت رسالة في وقتها من 6 نقاط. من رجع السيد إلى العراق كانت إنه دعوة إلى سماحته التقيت به، فعلى ما أتذكر يعني أول ما يعني أنا سلمت عليه أشاد جهود الوالد وجهود الإخوان في حل النزاعات العشائرية، وطلب مني شخصيا قال أن تمشون على طريق والدكم، تهتمون بعشائركم العراقية. فهذا دليل على أنه السيد رضوان الله تعالى عليه كان مهتم بالجانب العشائري، إضافة إلى ذلك تأكيده على المرجعية. والآن المرجعية بعد دخول داعش إلى العراق الفتوى الجهادية هي اللي أنقذت العراق وحمت الأرض، فالمرجعية والعرب. اليوم هي صمام أمان لكل العراق، يعني إذن هذا الجانب يعني جانبين مهمة، عشائر عراقية ومرجع شعائر حسينية. الآن اللي وصلت إلى أقصى العالم هي زيارة الأربعين، صح. كل العالم يتحدث عن زيارة الأربعين، وصار امتداد كبير إلى الفكر اللي يحملونه السيد محمد باقر الحكيم ومجاهدينا ومراجعنا العظام باتجاه العراق وحماية العراق واللحمة العراقية. فسيد رضوان الله تعالى كل طريقته وجهاده ووضعه اللي كان في الجمهورية الإسلامية والمعاناة اللي يتحملها والترحيات اللي قدمت هذه الأسرة، أكثر من 60 شهيد، يعني ما أعتقد أكو أسرة بالعراق تفوق هذه الأسرة بتقديم هذه الضحايا، أكثر من 60 شهيد من عائلة واحدة. صحيح. هو دعوانا أنه لكل العراقيين أن نمشي أو نسير على خطى هؤلاء، خطى هؤلاء القادة العظام الذين سطروا ملاحم من البطولات التاريخية وأنقذوا العراق، وبالتأكيد دماءهم التي سالت من أجل العراق هي اللي تبني العراق وهي اللي تحمي العراق. حسنت. أنا أتخطر في كل خطبة سواء كانت من البصرة دخوله إلى أن وصل إلى النجف الأشرف، كان كل خطبة يركز على المرجعية، وكان يقول أنا أقبل أيادي جميع المراجع والعلماء، وكان يذكر الشهداء بيت بيت، يذكر الشهداء اللي ضحوا وأعطوا العراق، كأنما السيد يعني كان قلبا وقالبا مع عوائل الشهداء اللي موجودة بداخل العراق اللي أذاهم النظام البائد، وأيضا كان يشوف الجماهير يعني كان يتحسس بآلامهم، ويعني إحنا ما عندنا حظ بأن فقدنا هذا الكوكب الدري وهذا الرجل العظيم والكبير اللي عانى ما عانى هو وعائلته وأهل بيته من أجل العراق ومن أجل المقدسات. سيدنا السيد هاشم الشوكي كل أهلا بيك وعظم الله لك الأجر، وأهلا وسهلا بيك في مضيف السادة آل سيد الصروت، عظم الله لك الأجر سيدنا. وأجركم الله يحفظكم إن شاء الله. أنت عاصرت السيد الشهيد سواء كنت في الجهاد وأيضا بداخل العراق، أريد تحدثنا عن يعني أبرز ما شاهدته من شهيد المحراب اللي إحنا ما نعرفه، ربما يجوز ما عاصرنا ما قعدنا كثير معه، أنت كثير قعدت معه وجلست وكنت من أصدقائه ومحبيه ومن المجاهدين أيضا الكبار، شنو اللي شاهدته عن شهيد المحراب؟ جزاك الله خير. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. بداية نرحب بكم بقناة الفرات الفضائية المجاهدة. الله يبارك فيك. لا سيما الأخ أبو حسنين. الله يحفظك مولاي. الناطق الرسمي باسم الجميع. وهو دائما يحظى بهذا التوفيق. الحمد لله. بداية عظم الله لكم الأجر ولشعبنا العراقي الكريم في هذه المناسبة الأليمة في الأول من رجب، حيث الاعتداء الآثم على سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه في أقدس بقعة وفي أفضل يوم. كثير من الشعب العراقي حقيقة معرفتهم بشهيد المحراب وبهذه الأسرة الكريمة قليلة لعدة أسباب. الإعلام المعادي صح الصدامي، وكان لا توجد قنوات فضائية وصحفيين، والناس العراقيين يعينون على القناة الأولى الرياضية مالت عدة الشباب ومالت صدام. صحيح. ومن إجا شهيد المحراب وصارت كذلك اختلطت الأوراق كذلك على الشعب العراقي. منا الأمريكان، منا البريطانيين، منا بعض العراقيين مشوش عليهم الفكر. فهذه البرامج حقيقة جزاك الله خير تعطي تسلط الضوء على هذه الأسرة. أولا سماحة المرجع زعيم الطائفة سيد محسن الحكيم رضوان الله، هذا اللقب ما لقب به غيره. نعم صح. المرجع الوحيد الذي تصدى للمرجعية في شرق الأرض وغربها سيد محسن الحكيم، ولذلك سمي بزعيم الطائفة. زعيم الطائفة نعم. هذا أولا. وعند أولاد كلهم مراجع. أولا آية الله العظمى سيد يوسف الحكيم كان مرجع كبير، آية الله العظمى سيد محمد رضا الحكيم، آية الله سيد عبد الصاحب الحكيم، آية الله سيد محمد حسين الحكيم، آية الله سيد محمد كاظم الحكيم، آية الله سيد علاء الدين الحكيم، آية الله سيد محمد باقر الحكيم. علماء، مو يعني علماء بس دارسين، ما شاء الله علماء فحول. حتى بعض المراجع كان يغبط السيد محسن الحكيم، قال السيد محسن لم يمت وإنما امتداده يبقى إلى حين من الدهر، ولولا إعدام الأسرة الشريفة لكان الآن كثير من مراجع الدين هم من أولاد السيد محسن الحكيم. تربى شهيد المحراب في هذا الجو الأسري، وكان سماحة المرجع الإمام السيد محسن الحكيم قد كلف السيد محمد باقر الحكيم بعدة أمور. أولها كان مبعوثه الخاص إلى الحج. صح. وثانيا كان مبعوثه إلى العشائر، حزارة، بغداد والبصرة وواسط والناصرية والديوانية وكثير من المحافظات، لأن الإمام السيد محسن الحكيم كان عنده مكتبات في كل مدن العراق، حتى في العمارة، حتى في المجر هناك مكاتب عامة استثمرها كثير من الناس للثقافة. وبعد الصحوة الدينية التي جرت داخل العراق وتصدي الإمام السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه للعمل السياسي، التحق به شهيد المحراب. صح. كان عضده المفدى. وكان عضده المفدى. ويتصور كثير من الناس أن هجرة السيد شهيد المحراب ومعه ثلة من المؤمنين كانت للبطر. وكان يذهب إلى أن يجد له مكان آمن يستقر به ويرتاح وإلى آخره. ولكن السيد شهيد المحراب سجن 3 مرات. وحكم عليه بالإعدام 2 مرات. ولكن بقدرة قادر خرج من السجن، قدرة قادر، وبقدرة قادر خرج من العراق للظروف القاسية التي كانت يدرون المؤمنين القاعدين والسامعين. كانت السلطة تلاحقه، كل واحد عنده سبحة سوداء مطارد. صح. مسبحة سوداء مطارد، فكيف إذا كان يقول هذا النظام باطل؟ فخروج شهيد المحراب وثلة من المؤمنين إلى خارج العراق كان لظروف قاسية. وعندما طبعا السيد الامام الخميني رضوان الله عليه بعث عليه والتحق في الجمهوريه الاسلاميه هو ومجموعه من المؤمنين، واسس هو ومجموعه من المجاهدين المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه في العراق. بدات هنا التحركات، صارت عنده فسحه من الوقت ومن الامن والاستقرار لكي يتصدى للعمل السياسي ضد النظام. وقد فضح النظام بفضل شهيد المحراب. صحيح. انا اجيب لك نموذج. نعم. كان النظام نتيجة لبذل الأموال وبذخ الأموال للصحفيين والإعلام الخارجي، تتذكرون راديو مونتي كارلو
والجزيرة. نعم. الجزيرة الآن صارت صحيح، لكن أكو إذاعات كثيرة ومجلات كثيرة. هناك مؤتمر لحقوق الإنسان عقد في باريس، ولولا شهيد المحراب والشهيد رياض العضاض رحمة الله عليه الذي اقتيل في بغداد وكان ممثل سماحة شهيد المحراب في الخارج، حيث بعث لهم كاسيت أو سيدي بما يسمى لفضح جرائم النظام، وطرد على أثرها مبعوث النظام داخل المؤتمر، لأن النظام عنده جرائم. صح. فقط في الانتفاضة إخواني الأعزاء 500,000 شهيد في الانتفاضة الشعبانية، بالإضافة إلى الجرائم التي جرت على العلماء وعلى المرجعية، آلاف المراجع قتلوا شردوا، مئات المراجع ذبحوا، إلى أن تصدى شهيد المحراب للعمل السياسي فكان قائدا للقضية العراقية بالمهجر. أضف إلى ذلك إخواني المشاهدين والجالسين الأعزاء، شهيد المحراب عندما تصدى للعمل كان يقول، وليسمعني الشعب العراقي، نحن لا يوجد عندنا عداء إلا مع اثنين بالعالم، منهم قال الإرهابيون والصداميون. نعم. وهي ملاحظة مهمة من شهيد المحراب، لم يقول عندنا عداء مع البعثيين، وقد سألناه قال لعله من البعثيين ما هو مجبر على ذلك. نعم. ما عندنا عداء وياه، لكن الصدامي الذي يعتقد أن صدام هو القائد، هو الضرورة، هو الرمز، هو الذي يوصله إلى الجنة والرضوان، هذا هيك إنسان، هذا عدو. عدو. لأن صدام ما تتمثل به هذه الفضائل، الصفات الحميدة، كله موبقات قد جمعت في قالب واحد، مدري شلون الشاعر يقول، قد جمعت من نطف ذاته وأفرغت في قالب واحد. أحسنت سيد، احنا نرجع لك بعد ما أيضا ناخذ أبو سعدون، هو أيضا حل ضيف عليكم اليوم من البصرة. وأهلا وسهلا بك أبو سعدون، أيضا مشاهداتك وأيضا ذكرياتك عن شهيد المحراب، وأنت أيضا كنت في السجين ومن المجاهدين. الله يبارك. نعم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شخصية شهيد المحراب رضوان الله عليه عملت على أكثر من محور. المحور الفقهي، كان شهيد المحراب رضوان الله عليه فقيه في دينه. المحور السياسي، السيد الحكيم اختط موضوع طريقه السياسي منذ حياة أبيه. صح. يعني في الوقت اللي كان الإمام الخميني رضوان الله عليه موجود في العراق أيام إبعاده، وسيد محمد باقر الصدر في ذلك الحين، كان شهيد المحراب سيد محمد باقر الحكيم انه التوجه ماله باتجاه التنظيمات اللي هي يعني يحمون بها الشعب العراقي من خلال تنظيماتهم، الله الله في نظم امركم، فاتجه باتجاه السياسه. يعني السيد ذكر سيدنا العزيز انه سيد محسن الحكيم الاب الاكبر الزعيم الطائفه توجه باتجاه نشر العلوم الثقافيه الاسلاميه التوعيه. الامام الخميني اختط طريق وهو طريق الجهاد. السيد محمد باقر الصدر اختار طريق التنظيمات. فالسيد محمد باقر الحكيم كان العضد المفدى للسيد رحمة الله على روحه باعتبار توجه باتجاه التنظيمات. الإضافة إلى ذلك، السيد الحكيم رضوان الله عليه كان لطيف، كان ذو رحمة، وكان أيضا صلب في قراره. الأخوة اللي عاشروه في الأهوار أكثر من لقاء، السيد الحكيم يقول إحنا اتخذنا طريق ذات الشوكة، اللي عنده امكانيه يتحمل البقاء ويانا في مجاهده النفس، في مجاهده الطاغوت، في ايصال مظلوميه الشعب العراقي وطلب الحريه للشعب العراقي يبقى ويانا، واللي ما يقدر على هذا الوضع فهو في حل من امرنا، يروح يشوف دربه بالوقت اللي هو دمعته دائما تجري عليه على المجاهدين، على العوائل المتضرره، على اخوانه في الداخل. فالسيد الحكيم رضوان الله عليه له قصص كثيرة وكبيرة. يعني من الأقوال المأثورة لشهيد المحراب، طبعا هو الرجل كان يستشرف الأمور عن بعد، يعني قبل سنوات، يذكر دائما يذكر يقول أنا ما استشهد في أرض الغربة. للعلم هو شارك في الأهوار، في الجبال، في الوديان، في كل المعارك، يكون السيد هو القائد الأمامي للمعارك، لكنه قال أنا استشهد عندما أرجع إلى أرضي، إلى أرض العراق. نعم. في بلدي. هذا استشراف، يعني ما اجى عن فراغ. نعم. احنا ايضا كيف دخول الى العراق كان استقبال اهل البصره، وانت كنت احد الحاضرين بذلك الإعلام الاستقبال. الاعلام اعتقد يعني وضح قضيه الدخول. احنا شفنا ايضا دخول. الاف الناس، حتى السياره رادوا يشيلون السياره مال الشهيد المحراب يحطونها على رؤوسهم. نعم. يذكر لي احد الاخوه المرافقين لسماحه السيد
احد القيادات الاخوة الجمهورية الاسلامية كان وياه بالطائرة، يقول عندما صعد السيد بالطائرة بيشه فالتفت على الجمهورية الاسلامية، يقول سألناه قلنا له سيدنا شنو اللي خلاك انت تبكي؟ قال اولا لان الجمهورية الاسلامية هي الوحيدة اللي احتضنت الشعب العراقي بيام محنته بيام الازمات اللي مرت، ووصلتنا الى هذا الحد من ناحية الدعم المادي والمعنوي هو الجمهورية الاسلامية، فيصعب عليه فراق الجمهورية. وبنفس الوقت يقول يلتفت على الجانب العراقي ايضا يبكي، يقول الشعب العراقي ضاق الويلات وانا فارقت هاي السنوات الطويله المريره، فشني الفرح اللي انا راح اشعر به عندما انزل على ارض العراق واحتضن ارض العراق واحتضن شعبي. اي فيقول بكى للطرفين، بكى لفراق الجمهوريه الاسلاميه وبكى من باب لقاء بالشعب العراقي. طبعا هو من اجى عن طريق الجمهوريه الاسلاميه عن طريق حدودنا بالبصره، اللقاء كان جدا كبير، الشعب بدون شعور طلع، نساء رجال اطفال شيبه كلها ترحب بقدوم السيد، وكان عندنا امل جدا كبير انه اليوم انتقلنا من مرحله الظلم اللي هي 1400 سنه عمرها، يعني كان توقعاتنا انه ان شاء الله على وجود السيد وعلى وجود الجمهور السيد وعلى الناس المؤمنين المجاهدين هو راح البلد يتغير يعني 100% من حال الى حال. فالسيد كان محبوب في كل الحالات للشعب العراقي. احسنت الله يبارك فيك. الله يوفقك. حاتم نسمع شيء للسيد الحكيم. نعم. ايه. كل واحد رجب نبكون اهل العين. ايه. كل واحد رجب نبكون اهل العين. كل واحد رجب نبكون اهل العين. نبكون اهل العين. على الصابو وطاح بباب ابو الحسنين. كل واحد رجب نبكون اهل العين على الصابو وطاح بباب ابو الحسنين تقطع وصله مثل جد حسين. كل واحد رجب نبكون اهل العين على الصابو وطاح بباب ابو الحسنين محمد باقر الحكيم تقطع وصله مثل جد حسين وكان جد حسين مقاطع عينه كان 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 جد حسين. احسنت. بعد اسمع. نعم. بعد اضيف لكم هم. نعم. ان شاء الله اقول ان يا شيالة الهم الطاح والمدرج يشيلونه الرصاص الحار مني يثور نيتهم يلوشونه. محمد باقر الحكيم قال هالو لا تحكم زحمة الطونة وللديوان ويعزبون بالأرواح دم بالقهوة والفنجان بالشر ما يهزونه. وللديوان ويعزبون بالأرواح بيت الحكيم دم بالقهوة والفنجان بالشر ما يهزونه. وراح تبين بيض قال الملعة راح تبين بيض قال الملعة راح تبين بيض قال الملعة. أحسنت. من مضيف السادة إلك دورة سنة سوينا. من مضيف في السيد صروط دورة سنة سوينا وبكى كل من مجاهد من غمضت عينه. من مضيف السادة لك دورة سنة سوينا وبكى كل من مجاهد من غمضت عينه. محمد باقر مجاهد والمجاهد غالي علينا. مجاهد والمجاهد غالي علينا. وهي اسمك بالجبهة مسجلين اسمك بالجبهة مسجلين اسمك بالجبهة مسجلين. أحسنت 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 بارك الله بك. سيدنا حتى ناخذ فاصل في وقت قصير نريد فد يعني ذكرى من السيد الحكيم أنت شاهدتها وهذا الرجل العظيم الكبير الشهيد المحرم. حقيقة أن شهيد المحراب في شهادته إعجاز إلهي. صح. وقد يتمناها كل مؤمن. صحيح. لأن هناك روايات كثيرة تقول من مات وهو صائم في الأول من رجب حشر مع الأنبياء والمرسلين. الله. وسبحان الله شهيد المحراب يوم الجمعة في أفضل يوم، ومن رفعت روحه ظهر الجمعة والخميس رفعت روحه مع رحمة مع نزول رحمة الله. اللهم صل على محمد. بالإضافة إلى في أقدس بقعة ضريح أمير المؤمنين وهو صائم وقد نوى زيارة الحسين واستشهد وقد قطعت أجزاء من جسده ونثرت على جميع سماء العراق.
فشهادته كانت أمنية لجميع المؤمنين الموقنين. شهيد المحراب رضوان الله عليه في المهجر يعني كان له دور كبير في احتضان الشعب العراقي. تدري الشعب العراقي لا سيما الوسط والجنوب هاجروا إلى الجمهورية الإسلامية صح. وسكنوا في مخيمات مخيمات بسيطة يعني إيواء بسيط، لأنه تدري الجمهورية الإسلامية خرجت من معركة من حرب، والعراقيين تقريبا بالثلاثة ملايين إلا هاجروا وصلوا نعم هناك، فكان إيواءهم هم وعوائلهم يطلعوا لأن اختلاط مع الشعب العراقي صعب، فوضعوهم في مخيمات. كان شهيد المحراب يزور هذه المخيمات في الجنوب ويوصي بالعراقيين في رعايتهم، في إعطائهم بعض يعني المواد التي تعطى للإيرانيين في هوية خاصة، أو يعطى مثلا هوية للتنقل داخل محافظات الجمهورية الإسلامية في إيران. فكان يحب العراقيين. المعركة التي جرت بين صدام وإيران لأن هذه يقول المعركة بين الجمهورية الإسلامية والعراق لا بين صدام وإيران، العراق ما بين صدام، لأن العراقيين كانوا غير راضين وقابلين، ولذلك الأسرى التي الأسرى الذين أسروا أكثر من 100,000 والعراقي ما يتأثر صح. شجاع، لكن هو ما يؤمن بالمعركة، وكان عندما يذهب إلى الجبهة يوصي أهله يقولهم صنطوا على الراديو خافت أسر. أنا راح أروح نعم. من البداية هو ناوي الأسر. نعم. فوضع الأسرى 80,000 أسير في محاجر السجن. الله يبارك بك سيدنا. أحسنت، إحنا نأخذ فاصل حتى نتواصل وياك. نعم. وعلى السادة المشاهدين، أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير أجل. ياه الشاله اسرافيل وياه الغسله جبريل بدموعه، وياه بالعلم معروف من يحكي اخذ من عنده موسوعه، وياه القاتل الظلام ما هاب الكفر ومحشد جموعه، وياه اللي مثل مسلم يصير ونفس موضوعه، بس اختلفت الاجناس لا هان وجد وام الوفا طوعه. ياه الشاله اسرافيل وياه الغسله جبريل بدموعه، وياه بالعلم معروف من يحكي اخذ من عنده موسوعه، وياه القاتل الظلام ما هاب الكفر ومحشد جموعه، وياه اللي مثل مسلم يصير ونفس موضوعه، بس اختلفت الاجناس لا هان وجد وام الوفا طوعه. منتظرين جيتك يا حكيم سنين، وكل شعب العراق محضر شموعه، ما خلونا نفرح واحنا مفجوعين، وخلوا بالقلب ويكل صدر لوعه، شاحك هالعيون تبكي عليك يا مولاي، شاحك هالعيون تبكي يا مولاي، وهدوب العيون عليك مشلوع، شاحك هالعيون تبكي يا مولاي، وهدوب العيون عليك مشلوع. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بهذه الحلقه الخاصه لمناسبه ذكرى يوم الشهيد العراقي، وهي ذكرى شهادة الكوكب الدري سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وثلة من أخوانه بهذا اليوم الأليم اللي هو واحد من رجب، وهو استشهد هنيئا له في يوم حرم وفي شهر حرم من أشهر الله، وهو شهر رجب ويوم الجمعة وفي صلاة الجمعة وهو صائم، هاي كلنا اجتمعا ولا تجتمع هذه الأمور إلا عند شخص يحبه الله وآل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نعم سيدنا سيد حميد بلا وحسنين، مساك الله بالخير والعافية. مساك الله بالخير والعافية. مشاهداتك عن السيد الحكيم، ذكرياتك عن هذا المجاهد الكبير، وإحنا ما نريد أيضا نسب بعد أنت لك الكلمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام والأخوة الحضور والشعب العراقي بالذكرى السنوية لشهيد المحراب الخالد. عاصرنا شهيد المحراب في أيام الهجرة، وكان قائدا وأبا حنون لكل العراقيين في الهجرة. طبعا عايشنا مع الجهاد ومع
العمليات التي تخوضها قوات بدر آنذاك. كان يهتم شهيد المحراب بعوائل الشهداء ويهتم بشريحة الشباب، كان يوصينا بشريحة الشباب، وهذه الشباب تكون من أعمار 12 سنة إلى أن يبلغ 18 سنة حتى يلتحق في الحوزة العلمية أو يلتحق مع صفوف المجاهدين. كانوا يسمون الإغاثة القوات الاحتياطية. هذه القوات الاحتياطية تدخل في معسكرات تدريبية حوزوية وبعدها عسكرية. وكان شهيد المحراب لمدة 35 يوم 15 يوم طبعا يعيشنا في هذه المعسكرات الموجودة في أرض الهجرة. كان يشجع أن تكون هناك عدة دروس حوزوية ودروس عسكرية حتى يكون هذا الشاب مؤهل لتحرير العراق. وكان أنا أذكر لك فد قصة. نعم. كان آخر الأيام السنات يعني السنة 2000 تقريبا بعد وانقطع بعد اللقاء، كان مجتمعين احنا طبعا عددنا كل المحافظات، عددنا في المعسكر التدريبي، ألقى كلمة. كان يحب الهوسات أهل العمارة، كان يرتاح لها، وبين أنه وأشر قال شباب الصغار أجدكم قريبا قريب جدا في العراق وتلبسون هذه البدلة، كنا نلبس البدلة المرقطة مع الحشد وتحافظون على بلدكم. وكذلك أيام سنوات سنة الثانية احنا دخلنا، وهذه الشباب الكنتانة تقريبا أنا مسؤولهم، والأغلبية نالوا الشهادة في الحشد الشعبي. نسأل من الله العلي القدير أن يرحم شهيدنا برحمته الواسعة، ونقدم شكرنا وتقديرنا لقناة الفرات لهذا البرنامج الشيق. وشهيد المحراب كله قصص ومحن حقيقة. الله يبارك فيك سيدنا يعني. العزيز أيضا أنا استذكر أحد الأخوان اللي كان أحد أصدقائي كان مرافق إلى بالحج، أو يقول شاهدت السيد أثناء ذهابه إلى الحج، يقول قلت هاي فرصة بأن أسلم على السيد وخليه هو يقرأ الدعاء، بعد إحنا هناك بنروح للحج، تدرون بعد إحنا كل أهل نشوفه من المعممين هذا نصير وراه، بلكت يقرأ دعاء يقرأ لنا شيء. يقول أنا أتميت بالسيد وقعدت يعني قريب عليه، كانت معه أيضا أسرته. يقول أسمع دائما مع كل دعاء يدعوه، وكان يقرأ دعاء الندبة هو بصوت خافت، يقول فيعلو صوته ويقسم على الله سبحانه وتعالى بأمير المؤمنين وأهل البيت بأن يجعله شهيد عدة مرات ويبكي. يقول أيضا ثاني يوم أيضا لقيته بالمسجد النبوي، أيضا أنا هم يقول قريب عليه أسمع وسلمت عليه قعدت يمه. يقول أيضا أسمعه دائما يقول إلهي اجعلني مع الشهداء والصديقين، اجعلني أنا التحق بإخواني بأهلي بناسي دائما عجل بأن أكون أنا شهيد، أن يكون لي أثر عند الناس. أنا فدائما يدعو الله سبحانه وتعالى بأهل البيت وبأن يكون هو من الشهداء، ولذلك الله سبحانه وتعالى استجاب له واستجابة كلش عظيمة. أكو ناس حجت قالت عمي أنت شلون شهيد هو مقطع، إيش لقيته من عنده أنتم؟ هواي ناس حجت. أنا أقول له أنت جزء ما قارئ الرواية ولا قارئ التاريخ. التاريخ يقول بأن عندما جاءت هند بنت عتبة لعنة الله عليها على جسد حمزة ومزقته وأكلت كبده، يقول بعض المسلمين هنا وقفوا قالوا شلون عم الرسول يصير بهاي الفعلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله لولا خوفي على حمزة لجعلته يحشر من بطون الوحوش، لأن أعلى درجات الشهادة بأن تتناثر في سبيل الله ولا يجد منك شيئا، هاي أعلى درجات الشهادة. ولذلك السيد محمد باقر الحكيم نال أعلى درجة من درجات الشهادة بأن لم يبقى من جسده شيء إلا خاتمه، وهذا الجسد الطاهر الشريف وقرب أمير المؤمنين، وفي يوم حرم يوم الجمعة ويوم شهر رجب اللي هو حرم أيضا فيه صيام، هنيئا له الشهادة. وأسأل الله أن نكون دائما نسير على خطاه ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحاج أبو علي الله يحفظك إن شاء الله، أبو علي الفردوسي أيضا ذكرياتك عن شهيد المحراب حتى لا يأخذنا الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد شهيد المحراب الخالد والشهداء الذين استشهدوا معه في هذا اليوم، وفي هذا اليوم المبارك والشهر المبارك واليوم المبارك. حقيقة بالنسبة لشهيد المحراب الخالد، يعتبر شهيد المحراب الخالد رمز من رموز التضحية ورمز من رموز الفداء، حيث أسس شهيد المحراب الخالد لترسيخ مبادئ ومفاهيم معنى الشهادة والتضحية والإصرار والدفاع عن العقيدة والدفاع عن المبادئ الثابتة. كان لشهيد المحراب الدور البارز في إنقاذ الشعب العراقي من الحصار الظالم. أحسنت، صحيح. وهذا تجلى كما ذكر سماحة السيد هاشم الشوكي في المؤتمر الذي عقد في حقوق الإنسان، وتكملة لكلام سماحة السيد نقل لي أحد الأخوة يقول عندما عقد مؤتمر حقوق الإنسان في الخارج وكان الشهيد المحراب الخالد في المهجر، أوشك المؤتمر على أن يدعم النظام بكل ما أوتي من قوة لأجل القضاء على المعارضة وتصديق كل ما يقوله عن حقوق الإنسان في العراق ورفاهية الشعب العراقي وعدم وجود مقابر وعدم وجود سجون وعدم وجود المحتقلات والمقابر. إلا أنه شهيد المحراب الخالد ومن خلال مبعوثه السيد عزيز العراق رضوان الله تعالى عليه وما كان يحتويه في جعبته من أفلام ووثائق توثق جرائم النظام على مستوى العراق بصورة عامة والجنوب بصورة خاصة، وما جرى على الأهوار وتهجير الأهوار وأبناء الأهوار، وعرض الوثائق وعرض الفيديوهات التي كانت على شكل في ذلك الوقت فيديو. نعم صح، كاسيت فيديو. إن سبحان الله انقلبت الموازين، انقلبت الموازين رأسا على عقب للنظام. على أثرها طلب سماحة السيد الحكيم أن يرفع ولو جزء بسيط عن الشعب العراقي، وفعلا هذا ما حدث. أعطوا النفط مقابل الغذاء. هو كان من المؤسسين لهذه. نعم. هاي النقطة جزء الشعب العراقي ما يعرفها، أغلب الناس ما يعرفونها، بين السيد محمد باقر الحكيم هو من أسس النفط مقابل الغذاء، الحصة التموينية اليومية اللي توصلك السيد محمد باقر الحكيم سواها ودافع عنها، وصدام كان لا يريد أن تدخل هذه الحصة إلى أبناء الشعب العراقي، يريد يتمتع هو و يعني أبناء كان من المعارضين لهذا البرنامج. لكن يعني السيد الحكيم مثل ما قال الحجي الحاج المجاهد حتى السيد المشاهد يعرف، أخذ وثائق وأفلام وذهب إلى الأمم المتحدة وقال الشعب العراقي يتعرض إلى إبادة، أولا إبادة قتل وثانيا إبادة مجاعة تحدث في كل مكان، فريد غذاء ودواء وأنتم استقطعوا أموال النفط وأعطوها إلى أبناء الشعب العراقي. كان السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يهتم اهتمام جدا كبير بالشعب العراقي في الداخل، بالإضافة إلى اهتمامه في أبناء الشعب العراقي الذين كانوا في المهجر أو في المحتجزات. كان كما يذكر الأخوة في المهجر يهتم اهتمام بالمهجرين، يهتم اهتمام بالعوائل المهجرة، وكان جل اهتمامه بأكثر العوائل التي هجرت أبان النظام السابق بحجة التبعية، لأن هذول الناس اللي هجروا في هذا في ذلك الزمان من قبل النظام البائد كانوا ما بين أمرين، لا هم عراقيين على صفحة ولا هم إيرانيين على صفحة. فكان السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يثبت هذه الشريحة، يثبت هذا المهجرين. بالنسبة لمجاهدي رفحة ومحتجزي رفحة كان لهم هم الدور البارز في ذلك، يدافع عنه. وأنا ذكر لي أحد الأخوة اللي كانوا موجودين في ضمن المهجر يقول عندما كان سماحة السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقوم بتوزيع المساعدات وتجي المساعدات، يقول ما كان ينظر للأموال التي تعطى. ذكر لي أحد الأخوة من الثقات يقول كان السيد شهيد المحراب الخالد رضوان الله تعالى عليه من لما يدون وزعوا المساعدات يقول يمديده ما يباوع عليه، يمديده على الفلوس والمساعدات وينطيها للأخوة اللي
يجون يقول وزعوا على بركة الله سبحانه وتعالى. حتى يعني واحد من قال لي يقول يقعد معاهم يعني بالأكل. هاي التصورة على أنه السيد الحكيم ما كان راغب في الدنيا. صح. كان من الزاهدين في الدنيا. وكنا يعني في زمن الاحتقال في قسم الأحكام الخاصة. والأخ أبو سعدون كان من المعاصرين لشهيد المحراب الخالد. كنا نتبرك في غرفة شهيد المحراب عندما كان في المحتقل. وكانت كلمة اللي كانت موجودة في المحجر اللي تسمى الرقيم على ما أعتقد كانت تسمى الرقيم في ذلك المحتقل. كان كاتب الله نور السماوات والأرض. فسبحان الله يذكر الأخوة، أنا ما شفته، يذكر الأخوة يقول كانت هذه العبارة تضيء، اللهم صل، تضيء على كلمة السيد الحكيم رضوان الله. أحسنت. السيد الحكيم أنشأ بذرة المجاهدين، وهذه البذرة اليوم أثمرت في هذا الزمان بعد فتوى الإمام السيد الثاني الله يحفظه ويطيل بعمره، ألا وهي فتوى تأسيس الحشد الشعبي. أحسنت، بارك الله. ولولا وجود فتوى الإمام حجة الإسلام والمسلمين السيد الحكيم السيد عمار الحكيم الله يحفظه ويطيل بعمره لما تأسس الحشد ولا ما أقر قانون الحشد الشعبي. صح، كان من الأوائل الذين صوتوا أيضا. يعني كانت بعد، إحنا هذا الموضوع ما أريد أدخل به، نذكر هذه الموضوع. فالسيد الحكيم إيش قد ما تحكي عنه، إيش قد ما تحكي عن وجوده وفضله ومعارضته وكذا، كان هو يعني بحد ذاته موسوعة وإيش قد ما تحكي على سماحة. أحسنت أبو علي. نسمع حاتم. نعم. أبو حسنين. إحنا مرجعيتنا تاج على رأسنا. طبعا السيد الامام الحكيم السيد محمد باقر الحكيم عندما جاء الى العراق وذهب الى النجف دخل الى سماحة المرجع الاعلى وقال له المرجع الاعلى نقلا عن الاخوة لماذا لم تذهب الى بغداد؟ قال ان امرتني ذهبت الان فانت مرجعي من الان. قال سيدنا انت ايضا مرجع؟ قال لا، انا جندي من جنود المرجعية وانا خادم وأقبل أياد جميع المراجع. وهو يذكرها في كل خطبة وفي كل جلساته بأنه هو خادم لكل مراجع وكل أبناء الشعب العراقي. فلزاما علينا أن نذكر السيد الإمام السيستاني في هذا المحفل. نعم. وأيضا إحنا خدام لسماحة السيد علي السيستاني وخدام. نعم. المراجعنا العظام. سيد علي السيستاني الله يطول بعمره إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. سيد علي السيستاني الله يطول بعمره، أريدا زينب الحوراء وريدا فاطمة حضرة. سيد علي السيستاني الله يطول بعمره، وريدا زينب الحوراء وريدا فاطمة حضرة. اللي يذمك يوم بالأيام بالعباس ما عذره. اللي يذمك يوم من الأيام بالعباس ما عذره. نمشي بشوره لو ثار الطاق، نمشي بشوره لو ثار الطاق، نمشي بشوره لو ثار الطاق، نمشي بشوره. أحسن. الله يحفظك إن شاء الله ويديمك ويديم جميع الأخوة. وشكرا لكم وشكرا لحسن الضيافة والاستقبال. كلمة أخيرة سيدنا بهذا المحفل والذكرى السنوية لشهيد المحراب حتى نختم. تأكيد أنا شكري وتقديري إلى قناة الفرات اللي توصل هذا الإشعاع إلى أبناء شعبنا العراقي، وهي جادة في إشاعة هذه البرامج الحيوية. كذلك شكر وتقدير للحضور وعلى هذا اللقاء. نتمنى أن يتجدد اللقاء في كل عام مع هذه الشلة من المجاهدين والأخوة الأعزاء. طبعا ما عندنا غير الرحمة والرضوان إلى شهيدنا الغالي شهيد المحراب اللي أسس فد بذرة مهمة بالنسبة للشعب العراقي واللي دعا إلى وحدة الشعب العراقي وحماية المكونات مالته. شكرا لكم جزيلا على هذا الحضور وعلى هذا البرنامج. نتمنى لكم التوفيق ودوام العافية والصحة إن شاء الله. وأيضا بركات الله يبارك طيب سيد ثروت رحم الله والديك. إن شاء الله من بركات السيد ثروت ومضيف السيد ثروت. نقرأ الفاتحة بختام حلقتنا. نقرأ الفاتحة أولا لشهداء العراق جميعا، لمراجعنا العظام الكبار جميعا. أيضا نقرأ الفاتحة إلى روح شهداء آل الحكيم وبالخصوص إلى روح شهيد المحراب مسبوقة بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حيهم.
هاي الهوسه لمحمد باقر الحكيم. اسمك مو هين ما ننسى 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 اسمك مو هين اردهوس هوست الاشرف نسب ما نزل سوقه وترح على الذهب عائلة طت للوطن 70 امام وبد ما هم هالعمايم والرتب جزع حبل المشنق امناء للحكيم قصر التاريخ عن هايش كتب كون يومي احتفال ومهرجان خاص بيهم موش بس واحد رجال يومين تلم حد ينكر 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 يومين تلم حد ينكر